من العظيم أن يكون تكون الدولة غنية. عندما تكون دولة غنية تكون لها أصدقاء كثيرين، وإذا كان لديك ليبراليا يناقض تماما الحكم الديني في السعودية والديمقراطية، فإذا ما عرضت عليه السعودية مليون دولار فيأخذها. طبعا النور، حزب النور السلفي، بما أنه غير ممنوع أو لم يمنع من قبل السلطات العسكرية، فإنهم سيستمرون الحصول على الأموال. إذا ساءت العلاقات بين السيسي وحزب النور، وإذا ما وجد حزب النور أنه يعامل معاملة الإخوان المسلمين، آنذاك لن يحصل عليه أموال من السعودية. ولهذا السبب فنجد أن السلفيين حزب النور يعلمون أنهم في أمان، لديهم الأموال السعودية تدعمهم، ربما ليس في جيوبهم لكن لديهم هذه الأموال لتدعم استمرار وجودهم مع السلطة، وهذا ما يريدونه وهذا ما تريده السعودية. السعودية لا أعتقد أنها أبدا وثقت بمرسي، ربما فقط في البداية فهو ذهب إلى السعودية، ولكن لا أعتقد أنه رأوا أنه يمكن يستطيع أن يدير شؤون البلاد. ولا أعرف إن كانت الحكومة السعودية تعرف تدير شؤون بلادها، ولا أعرف إن كانت السعودية هي بلد حقيقي بالمناسبة. ولكن الدعم السعودي سيستمر لطالما أن النور موجود، حزب النور موجود، وطالما أن مصر تريد قبول هذه الأموال. ولكن